هلا اول شيء بنجيب اللحمه زي ما بدكم برضو قلنا، بتخلطوا لحمه عجل مع لحمه خروف او اللحمه اللي بتحبوها، بنحط عليها بقدونس وبصل وملح وفلفل اسود، بنخلطهم منيح مع بعض. بنجيب المهول منديل بنقطعه على هواء، قطعه اللحم اللي بدنا نسويها بتكون بحجم القرص، بنغلفها منيح، بنحطها بالصينيه وبنحط معاها بصل مقطع جوانح، وبنحط عليه ملح وفلفل وبندعكهم منيح، وبنحط عليها بندوره وفلفل اخضر، بنحطهم بالفرن تقريبا على حراره 180، بدهم تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع بس يستووا وتنزل دهنتهم، بنشويهم بنحمرها من فوق. نصف كيلو لحم عجل، نصف كيلو لحم خروف، نصف ضمه بقدونس، بصله مفرومه ناعم، اثنين مناديل خروف، هسه مرجيكم اياهن، ملح وفلفل اسود، لا مو الكرشه، مش الكرشه يا استاذ عمر، ملح وفلفل اسود، حبتين بندوره، حبتين بصل، وحبتين فلفل حلو او حار. طب ورجينا المناديل بس. المناديل هي أيوة. انا هدول مقطعتهم لان استعملتهم. يلا المناديل هم جزء من الخروف، بيكونوا حوالين الاجزاء الداخليه، الكرشه صح؟ على الكرشه ايوه هيو هيك، هاي المناديل هاي بيكون هيك تمام كامل، ومش اي مكان راح تلاقوهم الا بالمسلخ، الا بالمسلخ او عند لحامي بيذبح عنده، او عند لحام لانهم مش متواجدين باي ملحمه. الناس ترى بيحبوش الكرشات وبيحبوش السوالف هاي، وفي ناس ما ذاقت وما بتحب. جربوا بالضبط، جربوا وطاوعوني، جربوهن والله إشي زاكي ومفتخر يعني. أوكي هلأ نفس الشيء عندنا اللحمة، عندي خالطة لحم عجل مع لحم غنم، وراح أحط عليها البصلة، وراح أحط عليها أفرم عليها شوية بقدونس، هدول بيكفوا هلأ، راح أحط هون البقدونس، وبرضه راح نحط ملح وفلفل اسود تمام، ونخلطهم منيح. بس هدول ما فيهم بندوره زي ورق العنب. هلا بنختار الجزء اللي بيكون رقيق من هون. احنا تقريبا الكفته ما ضلش فيها، ما فيها عليها الصوص ونرجعها على الفرن. هلا بمصر بيقولوا لها كفته طرب، هم بمصر بكبكبوها هيك زي الكباب زي الكفتة هيك وبلفوها. احنا لا، الوصفة تاعتنا عبارة عن قرص من اللحمة. اليوم لعشاق اللحمة مسويته الشيف غادر. اليوم لعشاق اللحمة وعشاق الكفتة. هلا هيك بقصها على هواها على قياسها اللي تقدري انك اسكرها بالضبط، تسكريها. وهاي المناديل موجوده عند اللحام اللي بيذبح بمحله او بالمسلخ بالضبط. هي هلا هيك بنسكرها، بنسكرها منيح حتى ما تطلع اللحمه، بحاول اخليها شكلها مرتبه. هيها يا سمير يا سلام. هلا بدي ارش عليهم، شو رح يصير؟ بنرش عليهم شويه فلفل اسود وشويه ملح يتنكهوا، وبنضيف عليهم برضو بصل فلفل اسود وملح، وبدعكهم شوي وبنرشهم عليهم هيك. طبعا هاي الاكله زي ما قلت لك اكله نابلسيه، لو تعرف هاي نابلسيه ورق بتسيئة. العنب قدسية. أوه. وهاي لو تعرف إيه انت بياكلوها على الفطور. على الفطور. على الفطور. هلا هاي بحطها بالفرن. طب اسمع، المرة الجاية بنسويها بالطريقة المصرية. خلاص. مرة بالطريقة أهل نابلس ومرة بالطريقة المصرية. لما تطلع قديش تقعد بالفرن هنا؟ هلا بدها يعني نص ساعة ساعة ولا إلا ربع.